مساء النور حبيبتي، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير يا رب. اليوم جبت او تاني جبت لكم فيديو خفيف تحت طلب واحد الاخت اللي قالت لي عملنا براسلي من هاد الوريقات هادو اللي عملنا منهم حلقات. غنعملو منهم براسلي اليوم. غنحتاجو هاد الخريصات، هاد الصغارين، وهاد طريف سنيسيلة، والقفل، وهاد الخريصات هادو غادي نعمل لكم عليهم فيديو باش كيفاش نعدلوهم بيدنا. هادو كيتباعو هاد صغارين، ويمكن نعدلو حنا كبار ونعدلو صغارين. اذا غادي نعدلكم واحد الفيديو خاص بهاد الخريصات كيفاش كنعدلوهم، والخريصات اللي كنعدلو فيهم الحلقات. اذا نبداو على بركة الله. صافي يا ربي متكونش كتسمعو هاد الضجيج ديال الصدور، عرفت عييت ما نتهرب ولكن ما عندي ما نعمل. اذا نبداو على بركة الله. نشبرو هاد الخريصة، غادي ندخلو فيها هاد العقيقات او الوريقات، كندخلو وحدة وجهة عند وحدة بهاد الطريقة. نتمنى تكون واضحة. عاود كندخلو جوج اخرين بحال نفس الطريقة. هيدا عاوتاني هادي وحدة مقابلها وحده اخرى. هذا كان هنا غنشدو غادي نشدو. سمعتوا الضجيج؟ يا ربي ما يكونش كيتسمع بزاف. اذا بهذه الطريقه هذه هيدا عاوتاني غنجيو هنا شبرو خوصة عاوتاني وفتحوها. هادو عدلتهم انا بالسلك يعني كيجيو ساهلين. غنشبرو هادو بجوج دابا وغندخلهم عاوتاني. بهاد الطريقة عاود نزيدو جوج اخرين هنايا. هيدا وحدة عاطية وجهها وعاطية بجوج بيهم عاطيين وطهر نطهر. هيدا من بعد نزيرو عاوتاني بهاد الطريقة. هيدا غير هادو خصنا نزيروهم مزيان. اذا خرصة كنفتحوها كندخلو فيها التجويجات. هيدا وغنزيدو جوج اخرين عاوتاني. كل خرصة كل خرصة ندخلو فيها أربعة ديال هاد الوريقات. هيدا غنزيدو لها وحدة. هيدا إذا كل خرصة فيها أربعة ديال هاد الوريقات وغادي نشدو. غادا نزيرو هاد الخريصات هادو. غير سمحوا لي الا سمعتوا الضجيج، راه ما جبرتي كيفاش نعمل. نهار كامل انا كنتسنى باش نصور ولكن غالب الله. اذا كيجيو هيدا بهذه الطريقه. اجينا براسلي عنده جوج وجوه، واخا يتقلب كاينه وجه هنا وجه هنا. اذا غادي نكملوا هيدا. كنفتحوا خرصه وندخلوا فيها جوج عقيقات، جوج وريقات عفوا، كندخلهم هيدا مع بعضياتهم وكنزيدو ندخلو جوج اخرين. هيا
وهذه عاوتاني نجيبوها نعطيو الظهر للظهر باش كيجيو مقادلين هيدا، وغنشدو صافي غنمشيو كامل بهذه الطريقة هذه. نجيبوها كامله بهذه الطريقه، هانتوما نشوفو نجيو كاملين هيدا بهذه الطريقه. كتجي بهذه الطريقه هذه. اذا قلنا نزيد معكم هذه الخرصه هذه، كندخلو فيها جوج وكنعاودو عاود ندخلو جوج اخرين بهذه الطريقه. هيدا الظهر عند الظهر هيدا، وكنشدو نرجع بعدا الجيش. اذا هذه هي الطريقه باش كتجي. هيا هيدا، اذا دابا غادي نعملو قفل وغادي نعملو خرصه باش نعملو قفيل هنايا. اذا غنشبرو هادو بجوج، غندخلوهم وغندخلو قفيل معاهم على الطريق وغنشدو. صافي حنا عملنا قفيل هنايا، وغنعملو عاوتاني خرصه هنايا باش نعملو فيها القفل. اذا حنا عدلنا هنايا خريصه ديال القفل وعدلنا القفل في هاد الجهه. هاي كورميطه ديالنا او براسلي. اذا شنو باقي لنا؟ باقي لنا هاد السنيسله وهاد الخريصات صغارين، وغنوريكم شنو هنعمل بهم دابا. شوفوا هنا نجيبو هاد الخريصات صغارين، كل وحده غنعملو فيها واحد الوريقه. ورقه صحين شويه وغنجيبو هاد السنيسله وغنعلقوها فيها هنا. سمعتوا شحال ديال الطاجيش؟ هيدا وغادي نعمر هنايا في هاد المقطعات هادو اللي باقيين خاويين، وهنا يمكننا نعملو جوج ولا ثلاثة في الاخر. اذا انا عدلت هاد السنيسله عملت فيها غير ثلاثه الوريقات. هادشي كيبقى اختيار ديالكم، الا بغيتو تزيدو تعمروها اكثر من هيدا تعمروها. انا عملت غير ثلاثه هنايا باش ما تجيش مشرجيه بزاف، وغادي نعلقوها هنا جهه القفل. صافي غنشدو غنزيرو شويه هاد هاد القفيلات هاد خريصات عفوا. صافي ها هي البراسلي ديالنا، نعملو في يدي ونصور لكم. اذا حبيباتي هذه هي الطريقه. هنا الا بغيتو تزيدو تعمرو كتعمرو نتوما، وبغيتو تعملوها حتى هي طويله عاد كتعملوها. ها هو براسلي جا مزيون، واخا عيتقلب يعني عيتقلب على جوج لوجوها. صافي وهذا هو الشكل النهائي ديالو. نتمنى يا ربي يكون عجبكم هذا الفيديو، ونكون شي طولت عليكم. راه طولت عليكم بزاف لان عرفتي عملي القلق هذا الصدور كيصدع بزاف.
نتمنى يا رب تخليو لي لايك، خليو لي لايك الله يرضي عليكم، لان كتفرجوا الفيديو كتجبر 2000 3000 ولكن كاين 24 20 لي لايك. اللي ملي كتعملوا لي لايك راه هو كيطلع الفيديو، كتستافدوا حتى الناس اخرين، وهذا الشيء اللي كاين. نتمنى يا رب يكون عجبكم الفيديو، وموعدنا في فيديو قادم ان شاء الله يا رب. مع السلامه حبيبات.